طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخويا. ازيك يا حماتي؟ الحمد لله كويسة. ازيك يا تغريد؟ الله يسلمك. ازيك يا نوارة؟ الحمد لله. ما تيجي تاخدي مني الحاجة دي؟ ومكلف نفسك ليه يا ابني؟ مكلف نفسك ليه يا ابني؟ ده الواجب يا حماتي. وعم ربيع اخباره ايه؟ بيشتري طلبات للشغل. والاستاذ بتاعنا نايم فوق دلوقتي، عنده شغل بالليل. تشرب ايه يا ابني؟ انا اشرب شاي من ايد نوارة. طيب انا هسيبكم تشتغلوا وهقعد جوه. تغريد تعالي. عايزه ايه؟ بقول لك ايه، والنبي خدني دخلي له الشاي. وانا مالي بصراحه، قلبي لسه شايل منه. نوره ده جوزك مخدميه انت؟ انا مش فاهمه ايه التبات اللي هو فيها دي. عارف ان ابوكي بره واخوكي نايم فوق والبيت كله حريم، المفروض ان هو كان يسلم ويستاذن مش يقعد يلزق. بقول لك ايه، ده جوزك وانت حره فيه. الشاي ايه لسه؟ راحة فين؟ ايه في ايه؟ يعني هقعد اشرب الشاي كده زي قرد قطع؟ تعالي بس اقعدي معايا عبال ما اخلص الشاي. لا معلش، اصل انا مشغوله بساعد امي واختي. الشغل مش هيطير يا نواره. تعالي بس، انا عايزك في موضوع مهم. امال انا جاي ليه؟ تعالي تعالي اقعدي. ايه بقى الموضوع المهم؟ ايه يا نواره قاعده معايا كده وكأني راجل غريب عنك؟ يوه ما تقول بقى. هو في ايه؟ واحد ومراته اكيد يعني بيتكلموا في حاجه تخصهم. ما تشرب الشاي. لا ما هو الشاي سخن. سخن قوي يا نور. زمانه بارد. نورة انت مراتي. مراتك في بيتك مش في بيت ابويا. وبعدين هو ده وقته يا راجل؟ دي القطه بتتكسف تعمل اللي انت بتعمله ده؟ انت ناسي ان امي واختي بره؟ ما هو هيكون سكيت يا نورة. يا نهار اسود ونيل، ودي اللي زحق. نورة انا كده هتعب. اتحرق بجاز، اتحرق بجاز. يا بنت انت لا عندك احساس ولا دم ولا بتفهم في الاصول. يا سبتي يا ربي، هو انا اللي في ايديا بس؟ ايه اللي حصل يا اخي معتمد؟ ما حصلش اي حاجه تغضب ربنا. انا كده فهمت. بره. لا لا بره. اطلع بره. انت كده مش هتقدر. بقول لك اطلع بره. انا عامل حساب بس يا حاج. شايفه ولا ورا؟ شايفه؟ عندنا في المثل بنقول الفقر يورث الكفر. سيدنا علي بن أبي طالب قال: لو كان الفقر رجلاً لقتلته. وأبو ذر الغفاري قال: إذا ذهب الفقر إلى مكان قال له الكفر خذني معك. من طلب العلا سهر الليالي. الصلاة على النبي، هي دي المذاكرة اللي على أصولها يا عم عاطف. شكلك كده جاي مونون. بس دي مش مذاكرة يا رجب، ده موضوع صحفي شغل. صحفي؟ انت عايز تبقى صحفي ولا ايه يا عاطف؟ بصراحه دخلت الموضوع ده عشان واحده بت. الله اكبر، احب كازينو الشجره. احكي لي بقى يا عم روميو. فجاه اخوك طب بنت، انما ايه؟ بتتمرن في جرنان السهم. حلوه حلوه، بس الاهم ان المفهوميه عاليه ومخها كبير. الروح الحلوه ساكنه جواها. الله عليك يا محرم يا فؤاد. كده انت على اول الطريق يا صاحبي، بس خد بالك مشوارك لسه طويل.
المهم يكون قلبها خالي، يعني بالبلدي ما فيهوش اي حد. حاكم سكن القلوب عاطف زي سكن البيوت بالظبط. السكن الاولاني لما بيسيب دايما بيسيب خرابه. يا ده انا بقول لك عشان تفتح مش تقفل. ما انا بقول لك اهو يا ريس. الله، في ايه؟ انا غشك وانت صاحبي. اسمعني بقى شويه زي ما انا سمعتك. سامعك. هو اي حد بيتجوز لازم يبقى معاه بطاقه مش كده؟ عند المأذون في الجواز الرسمي. اه طبعا، مش انت بس، انت والعروسه والاثنين شهود كمان. وانت طبعا معاك بطاقه. في يا راجل؟ ايه الموضوع؟ عايز اتنين صحاب قريبين مني يشهدوا على جوازي. عن نعجه؟ طب وانا مالي؟ اشمعنى انا يعني؟ ما في مليون واحد معاه بطاقه. مليون واحد ايه يا عاطف؟ انا مش عايز سر يطلع بره. سر ايه اللي انت خايف منه يا راجل يا فرخ؟ مش عايز حد يعرف انا مين. البني ادم اللي بيكلمك دلوقتي يا عاطف مش هو البني ادم اللي موجود في البطاقه. عادل حسان سليم المهدي؟ امال مين رجب الفرخ؟ ده اسم الشوارع. المهنة طالب. كنت في يوم من الايام كنت طالب. تصدق باللي انا كنت محتار فيك، مع انك بلطجي صرف شكل وهيئه، بس دايما كان كلامك غير. ايه اللي رماك على المر يا فرخ؟ على الاقامه اسكندريه. هربان من ايه؟ من كل الناس اللي اعرفهم ويعرفوني. انا اللي اعرفه عم عاطف ان لما بني ادم يرتكب ذنب يفضل عايش بقيه حياته متعذب ومتكهرب ومتكوي بالنار. لكن لو حد ارتكب ذنب وانت اللي حاسبت عليه ده هيبقى اسمه ايه؟ ظلم، مش كده؟ اللي اعرفه ان العدل ان الانسان يتحاسب على اخطائه مش اخطاء غيره. واذا كان غيره ده مش موجود يبقى الفعل مجهول. في حالتي انا بقى عم عاطف كان الفعل معلوم ومفضوح وسيرته على كل لسان والناس كلها عارفه. وانت معرفتش ليه يا راجل؟ عيل صغير عنده سنه وكام شهر يا عم عاطف هيعرف ايه بس؟ شكلي كده فهمت. امك ولا ابوك؟ الاثنين. تخيل هي خانت وهو قتل، وبعد ما دخل السجن وخد حكم مات، وانا عشت مع براءة الطفولة